السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده في برنامجكم للمطبخ فن. النهارده يا جماعه معانا شيف متميز، شيف بدرجه ممتاز. معايا الشيف محمود، احب ارحب بالشيف محمود. اهلا وسهلا يا شيف. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا شيف حسن؟ الحمد لله في نعمه. انت عامل ايه يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. منورني دايما في حلقاتي في برنامجي للمطبخ فن. قدم نفسك للجمهور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الشيف محمود عبد الله. ان شاء الله اول حلقه على الهواء مع الشيف حسن. كنت سجلت قبل كده حلقات مع الشيف حسن. الشيف حسن من الناس المحترمه اللي بحب اشتغل معاها. حبيبي. تمام، واحب امسي على كل الناس المحترمه اللي بتتفرج علينا ان شاء الله، وعلى قد ما نقدر باذن الله يكون الوصفات اللي بنعملها النهارده خفيفه على قلبهم وتعجبهم باذن الله، وان شاء الله نبقى في تقدم باذن الله معاك يا شيف حسن. ان شاء الله. احنا معانا كام طبق النهارده؟ ان شاء الله معانا ثلاث اطباق. ثلاث اطباق. طيب ورينا الابداعات والحركات والتكات بتاعتك كده. اول حاجه باذن الله الشيف حسن نعمل يعني حاجه اسمها البايله او بايلا. البايله دي الاسباني، دي اشهر حاجه موجوده في اسبانيا. تمام. يعني حضرتك لو رحت في اي وقت كده في اسبانيا بتلاقي الناس حاطه. لا انا في اي وقت انا بروح خميس وجمعه بس. بتلاقيهم حاطين حله كبيره كده وحاطين مثلا كميه كافيه 30 40 فرد. دي الاكل المفضله بالنسبه للاسبان. تمام. معنى كلمه بقيه او بايلا دي بواقي اكل، دي طالعه من كلمه من المطبخ الاندلسي، كان بيلموا بقايا الطعام ويعملوها زي وجبه عشان كده سموها البقيه. فاحنا عشان شعب مصري ما ناكلش مثلا سمك مع لحمه مع فراخ، حبينا نحرف فيها شويه، قلنا لا نشيل السمك ونشيل اللحمه ونشيل الفراخ ونحملها بس بسمك. ان شاء الله مقادير البايلا هيبقى معانا رز بسمتي، ومعانا فاصوليا، ومعانا بسله، ومعانا فلفل الوان، ومعانا توم، ومعانا بصل، ومعانا كزبره، ومعانا بشر ليمون، ومعانا بابريكا. تمام. معانا زيت زيتون. احنا واحنا بنتكلم يا شيف حسن حطينا زيت زيتون على النار على الحله عشان تسخن. هنبتدي اول حاجه ننزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نقلب يا جماعه. دايما الشيف محمود بينقي الوقت اللي يعمل الاكل الصح فيه. كانت الحلقه اللي فاتت كان بيعمل اكل عن الصيامي بمناسبه العيد بتاع اخواننا الاكبر، كل سنه وهم طيبين. والحلقه دي بردك طالع بثلاث ايتمات، حاجه جميله. والشيف محمود ده شيف من الشيفات اللي ليها مستقبل ان شاء الله. واي حد بيتفرج على البرنامج بصفه عامه، ما فيش حد بيخش في برنامج للمطبخ فن الا ما شاء الله عليه. يعني نرجع للشيف محمود. الشيف محمود طبعا البصل للشيف حسن وبقلبه، لازم البصل يبقى داخل في الزيت الزيتون متغطيين مع بعض. تمام. هننزل بعد كده فص ثوم. يعني انت بتخلي البصلية تحمر ولا بمجرد ان هي تبقى بس في الزيت؟ تاخد بس اللون مع زيت الزيتون. تمام. وبنزل بالثوم. تمام. الوجبة دي كمان يا شيف حسن البروتينات اللي فيها، وهي كمان بيبقى فيها زيت زيتون تبقى هيلثي. في ناس تقول لك لا الوجبه دي مثلا دسم زياده عن اللزوم. لا الوجبه دي مش دسمه، الوجبه دي صحيه جميله جدا، وان شاء الله تعجب الساده المشاهدين ان شاء الله. ننزل بالرز. طبعا كل اللي بيتفرج علينا لازم بتبقى انت بالي للرز قبليها، لان زي ما انتوا عارفين ان الرز البسمتي بيشرب ميه اكتر من البلدي، فانت بتبله عشان خاطر ما ياخدش معاك ايه وقت في التسويه، وفي نفس الوقت ما ياخدش ميه كتير ويعجن. لان في ستات بيوت كتير بتشتكي من حته ان يا بيدوا الميه كتير يا بيدوا قليل. لو انت اديتي الميه قليل مش هيستوي معاكي. لو انت اديتي الميه كتير زياده عن اللزوم هتبص هتلاقي الرز عجن. احنا دلوقتي شوحنا البصل يا شيف حسن مع زيت الزيتون مع الثوم. تمام. ونزلنا الرز. هننزل بالخضار بتاعنا اللي هي البسله. تمام. والفلفل الالوان والفاصوليا. طبعا يا شيف حسن زي ما احنا متفقين ان احنا دايما لما بنيجي نعمل مثلا طبق بنبقى مثلا عاملين على قد ثلاث اربع ارخاص. لو حد عايز يزود الكميه بيحب يزود. تمام. 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 الله ينور عليك يا حسن. كده ننزل شويه كزبره. الكزبره من الحاجات الحلوه اللي هي بتدي فليفر او بتدي تيست وريحه كويسه قوي. بتدي نكهه في البايلا. اه في البايلا. الله ينور عليك يا حسن. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. طيب على بال ما الشيف محمود يظبط اول طبق، خلينا انا جنبه كده ايه نعمل شويه جرناشيل للاطباق. ننزل شويه ملح يا شيف حسن. نص معلقه ملح. نص معلقه ملح. اه وربع معلقه فلفل اسود. تمام. وعندي بودره زعفران، عشان طبعا الزعفران من احسن التوابل في العالم واغلى التوابل. فاحنا طبعا عشان هنقول ان الاكل ده عايزين نوصله لست البيت بفكره كويسه وبطريقه سهله، ان احنا جبنا بودره الزعفران اللي هو موجود عند اي عطار. تمام. وباسعار كويسه جدا. ننزل سنه بودر. كنا وعدنا الناس ان احنا نطلع نعمل الدبس الرمان. يعني احنا كنا وعدناكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان احنا نطلع نعمل طريقه الدبس الرمان وطريقه اي صوص بيبقى غالي على ست البيت نعمله عملي.
لكل ست بيت يبقى سهل عليها ان هي تبقى في متناول ان هي تقدر تعمله في البيت ان شاء الله باذن الله. بعد الحلقه دي الشيف محمود هنطلع حلقه ثانيه ان شاء الله نعمل فيها الدبس رمان واي صوص صعب على اي حد ان هو يعمله، سواء الصوص دمجلاس او الدبس رمان هنعمله ان شاء الله عشان نعرف كل ست بيت بيتعمل ازاي ان شاء الله. شوف حسن وحضرتك كنت بتتكلم، انا نزلت بالبودر زي ما اتفقنا ونزلنا بالفلفل الاسود والملح تمام، ونزلنا بشويه كافي وهننزل بشويه كركم تمام وبابريكا تمام وسنه بشر ليمون. سنه بشر ليمون دي يا شيف حسن من الحاجات اللي بتدي تيست برضو مع السي فود هي والثوم اكيد تمام، وزيت الزيتون اكيد. لما حضرتك شايف يا شيف حسن كده اللون بتاعي بقى عامل زي لون الزعفران تمام، وتيستو ان شاء الله يبقى جميل جدا وهيعجب الساده المشاهدين لما يعملوه في البيت باذن الله ان شاء الله. طب ده كده بالنسبه للطبق الاولاني خلص يا شيف تمام. الطبق الثاني بقى، الطبق الثاني برضو احنا الحلقه النهارده ان شاء الله كلها عن الهيلثي فود وعن الاسماك برضو من ضمن الهيلثي فود والاسماك، عشان اخواتنا الاباظ زي ما احنا متفقين اللي احنا عملنا له حلقه يوم السبت اللي فات وان شاء الله برضو الحلقه دي برضو تنفع لاخواتنا الاباظ والناس العاديه والناس اللي هي عامله في جيم او بتتكلم في حاجه اسمها هيلثي فود تاكل الاكل اللي احنا بنعمله ده وهي مطمنه ان شاء الله تمام. نبتدي ننزل بالميه، احنا مثلا حاطين شوف حسن مثلا نص كيلو رز، هنحط له كيلو ولا ربع ميه تمام. تمام هنسيبه ياخد غلوه كده بعد كده. ايه عندنا مكونات السي فود بقى اللي احنا مش شرحناهاش في اول، عندنا مكونات السي فود اي سي فود حضرتك حابب تجيبه اللي هو مثلا فيليه كاليماري سبيت جندوفلي كابوري، انا جايب كابوري ستيك النهارده وجايب جمبري، الجمبري مخليه بقشره عشان اخد برضه منه الفليفر اللي هو يديني تيست للبايلا تمام. هو عامه اللي بيتفرج علينا عشان يستفيد يا جماعه، الشوربة السي فود ديت بتبقى جاهزه من عند اي سوبر ماركت، بتخشي بتجيبي الكيس بيبقى جاهز كله المكونات اللي الشيف قالها بتبقى كلها في كيس واحد عشان ما تجيش مثلا ايه يعني تستصعبيها او حاجه، لا انت بتجيبي الكيس كله وبيبقى جاهز كل حاجه بتاعته موجوده وانت بتعمليه ايه على طول. الوصفه الثانيه شوف حسن عقبال ما الرز بتاعي ياخد غلوه ويتشرب شويه عشان ارص السي فود بتاعي. الوصفه الثانيه احنا زي ما احنا قلنا الحلقه كلها عن السي فود، الوصفه الثانيه هتبقى سلطه جمبري بالاناناس. سلطه الجمبري بالاناناس دي من الوصفه الهنديه الجميله تمام. هنبتدي نشتغل، اول حاجه معانا جمبري مقشر لحم وشايل منه شيف حسن العرق الرملي تمام، منضفه، ومعايا جمبري اناناس شرايح ومتقطع، ومعايا ليمون عصره مع الجمبري، ومعايا عصير برتقال تمام، ومعايا بشر ليمون، والوصفات الهنديه اللي هم بيحبوا الاكل السبايسي اكيد، فانا جايب لهم ان شاء الله جايب لهم فلفل حامي والجنزبيل الفريش تمام. نبتدي يا شيف حسن. نبتدي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط زيت الزيتون اول حاجه، حط نص كميه الجمبري دي، ومعانا مدام هنا على التليفون. الو الو السلام عليكم. عامل ايه؟ الو يا شيف حسن. الو ايوه يا فندم. منور الدنيا يا شيف حسن. الله يعزك يا ست الكل. عامل ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمني كده التقدم يا رب. الله يعزك، ربنا يبارك لك يا ست الكل. الشيف الجميل اللي معاك دوت. انا معايا الشيف محمود اللي طلع معايا حلقتين قبل كده وكان عمل طريقتين جمال جدا، والشيف محمود من الشيفات المتميزه جدا. لو برنامجك غنيين عن التعريف يا باشا. الله يعزك، ربنا يبارك لك يا ست الكل. عايزه بس طلب بعد اذنك. تحت امرك. عايزه اعرف بس طريقه الحمام المكهرب بالله عليك. طريقه الحمام المكهرب؟ اه حاضر. حضرتك عملته قبل كده بس انا ما لحقتوش يعني. عينيا حاضر، عينيا حاضر. طيب تابعيني من خلال الشاشه. مدام هنا بتسال عن الحمام المكهرب. الحمام المكهرب حضرتك هتعصجي اللحمه تمام، لحمه خالص عاديه اكنك بتعملي البشاميل بس بتضيف عليها مكسرات، وبتجيب الحمام بتخليه من العظم خالص، بس بيبقى ليه طريقه معينه. يعني انت لما بتيجي تخلي الورك بتخلي الورك مش مفتوح، لا انت بتخلي الدوران بتاع الورك ده موجود زي ما هو، بتروح مركبه الجناح في قلب الورك، بتدخلهم هما الاثنين مع بعض بعد ما بتحشي اللحمه بالمكسرات وبتحطيه في قلب صينيه وبتحطيه في قلب الفرن. هو ده الحمام المكهرب. تحت امرك يا استاذه هلا. دلوقتي يا شيف حسن احنا نزلنا بالزيت الزيتون، بعد كده نزلنا بالجمبري. احنا لما بننزل بالجمبري بيعمل زي صوت تش كده في قلب الطاسه. ومعانا تليفون من مدام سلمى. الظاهر يا شيف محمود ان انت سرك باتع. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف حسن؟ الحمد لله في نعمه.
مسلمى لاختي استاذ محمود. ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. منور الشاشه يا فندم والله. طب ممكن الصوت بس يعلى؟ منور الشاشه حضرتك يا منور الشاشه يا استاذ حسن. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا استاذه. ده منور الشاشه منوره بوجودك. ربنا يعزك يا رب. ومنورنا الشيخ محمود برضه وربنا يبارك فيه طبعا. يا رب يا رب. واحنا عايزين بقى طلبات من الشيخ محمود علشان خاطر احنا عايزين الدبس والرمان والحاجات اللي هو وعدنا بيها من قبل كده ان شاء الله. وعايزين الحمام الكذاب وعايزين الحاجات الحلوه اللي الشيخ محمود بيعملها على طول ان شاء الله. باذن الله اوعدك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنطلع نعمل فيها الكلام ده واحنا تحت امركم. احنا هنا عشان خاطر ان احنا يعني انتوا تستفيدوا. يعني عامه ست البيت احنا بنتعلم من ست البيت. يعني احنا اتعلمنا من امنا من خالتنا من عمتنا. اساس المطبخ ست البيت. بس احنا بيبقى في حاجه عندنا احنا كده بنضيفها. يعني احنا بنحاول ان احنا نعلمكم حاجات انتوا مش عارفينها. وانا تحت امرك والشيف محمود طبعا تحت امرك. وانا بقول للشيف محمود دايما يا شيف حسن يا رب ودايما معانا ومنورنا على طول يا شيف حسن. وانت دايما منورنا يا شيف حسن دايما يا رب. يا رب يا رب يا ست الكل. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. وحضرتك كنت بتتكلم يا شيف حسن احنا دلوقتي عملنا الجمبري اللي هو بالاناناس اللي هو حطينا طاسه. الو ومعانا استاذه ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. عايزه تعرفي طريقه المكرونه بالبشاميل؟ اه. عيني حاضر تحت امرك. تابعيني من خلال الشاشه وانا هقول لحضرتك على طول. الشيف محمود انت الحلقه بتاعتك النهارده هنقضيها تليفونات حبايبك كتير. ربنا اولا ثم الفضل يرجع لك يا شيف حسن. حبيبي يا هودة انت حد محترم والله. استضفنا وفي البرنامج الحلوه بتاعتك دي. ربنا يخليك. طب انت اشرح لنا الطبق الثاني عشان احنا الطبق الثاني نرجع نشرحه ثاني. كنا معانا جمبري مقشر ومنضفينه ومعانا اناناس ومعانا زي ما اتفقنا ان الاكل الهندي بيحب الحاجه سبايسي. كان معانا فلفل حامي ومعانا جنزبيل ومعانا ثوم. تمام. حطينا زيت زيتون وحطينا الجمبري خدناه بلانشيه. لازم نسمع المزيكا يا شيخ حسن ان هي بتاعت الحاجه وهي بتتشوح او بتتاخد صدمه عشان نقفل المسام بتاعتها. بعد كده حطينا معاها روزماري فريش وزعتر فريش وحطينا شويه ملح وشويه فلفل اسود وحطينا عصير برتقال يا شيخ حسن. تمام. وحطينا بصل اخضر وحطينا كرفس وادينا سايبينه كده بيتقلب دقيقتين كده ان شاء الله نبتدي نغرفه ان شاء الله. استاذه سلمى اللي كانت بتسال على طريقه البشاميل. استاذه سلمى انت حضرتك هتجيبي اناء او حله. احنا خلينا نتكلم بالبلدي لان البرنامج بتاعنا انا عايز اوصله لكل ست بيت. فخلينا نتكلم بالبلدي اكننا في المطبخ في بيتنا. حضرتك هتجيبي حله هتحطي فيها زيت او سمنه او زبده على حسب امكانياتك وهتجيبي تنزلي بالدقيق وتقعدي تقلبي لحد ما تلاقي الدقيق بتاعه السمك بتاعه بقى معقول. اول ما الدقيق يصفر معاكي بتنزلي حضرتك باللبن او بيون. عايزه يعني انت عندك بيون شوربه مثلا عايزه تحطيها مفيش مشكله بس يستحسن باللبن. تمام. والتوابل بقى بتاعتك اللي هي الملح. في ناس بتحط عليه فلفل ابيض بس ده مش مستحب عشان ما يغمقش البشاميل. فخلينا لو عندك مثلا كريمه لباني عايزه تضيفيها شغال ده هيبقى احلى بشاميل. انا عن نفسي انا بعمله كده. فتحت امرك يا استاذه سلمى انت واي حد عايز يستفيد. احنا الرز يا شيف حسن ابتدى اهو يغلي ياخد غلوه هنبتدي نحط السي فود بتاعنا زي ما احنا اتفقنا. احنا سايبين الجمبري طيب بشو قدام الساده المشاهدين. استاذه شيماء معانا. اهلا وسهلا استاذه شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا بس ممكن اعمل عايزه طريقه البيتزا. عيني حاضر. طريقه البيتزا الشرقي ولا الايطالي؟ الشرقي. الشرقي؟ اه. عيني حاضر. تابعيني من خلال الشاشه تحت امرك. خلاص شكرا. شكر لله. ايوه يا شيف. تحت امرك. ايوه يا شيف محمود. نرجع للشيف حسن. احنا دلوقتي الرز بتاعنا ابتدى يشرب. احنا زي ما احنا قلنا يا شيف حسن ان احنا معانا الجمبري بتاعنا بقشره عشان ناخد منه احلى فليفر. تمام. نبتدي نرصه رصه كويسه كده شكلها شيك. تمام. عشان دايما احنا عندنا المبدا في المهنه بتاعتنا العين بتاكل قبل الفم يا شيف حسن. اكيد طبعا. تمام. اكيد. ده كده احنا خلصنا الطبقين. تمام. ونحط الكباب ستيك بتاعتنا. نحط المحبيات اللي هي الكلانز. نحط الفليه. نسيبه يستوي.
السي فود لما بيسوي شيف حسن بيبقى في منتهى الروعه. لكني باكل رايز. معانا اتصال من استاذه شيماء. معلش يا شيف محمود. اتفضل يا رايز. بقول لحضرتك حبايبك كتير. الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا استاذه شيماء. ظهر ان الاتصال قطع. نرجع تاني للشيف محمود لحد ما شيماء ترجع تاني. احنا كده معانا الطبق اللي هو الجمبري بالاناناس جاهز يا شيف حسن. نبتدي نغرفه. تمام تمام. وهنبتدي نعمل الطبق التالت عمال ما الرايس بتاعنا يجهز. لا بص خلي بقى انا ايه الغرف ده بقى مسؤوليتي انا بقى يعني. مش عشان طالع بقميص بقى خلاص. وبزمان برضه يا شيف حسن الزعتر من الحاجات اللي بتدي فليفر عالي. خلينا نسيب الزعتر ونرجع لام محمد. اهلا وسهلا استاذه ام محمد. الو يا شيف حسن. الو ايوه يا شيف حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ استاذ محمد. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا شيف حسن. حبيبي يا باشا. تسلم ايديكم على الاكل الجميل اللي انتوا بتعملوه دوت. ربنا يخليك ربنا يبارك. ده انت اللي عينك جميله يا استاذ محمد والله. الله يخليك. والشيف محمود تسلم ايديه طبعا على الخلطات الجميله اللي بيعملها لنا. الله يخليك يا محمد. ربنا يبارك. والشيف دوت محمود انت اكلت من ايده طبعا في بورتو مارينا في حلقه السمك. السمك البوري والجمبري والسيفود طبعا من الشيفات العملاقه في حلقه السمك. ده شرف ليا يا باشا. الله يخليك يا محمود. تسلم ايدك فعلا. وانا فرحت لما شفتك على الشاشه دلوقتي قلت اكلم حضرتك. الله يخليك حبيبي. ده شرف كبير لينا والله. نورتنا يا باشا. نورتنا يا استاذ محمد. نرجع للشيف محمود. نبتدي بقى نغرف الطبق شيف حسن عقبال ما الرز بتاعنا زي ما الكاميرا شايفاه كده. ده كده خلاص الطبق بتاعنا دخل في سوا عقبال ما يتشرب مع السي فود ان شاء الله. ونكون الطبق الثالث العمل. نبتدي نغرف الطبقين مع بعض باذن الله. ومعانا اتصال من ام محمد. ونقول الو. الو بقول لك ايه يا استاذ؟ بقول لك ايه يا استاذ؟ يا استاذ شكرا. اتقطع الاتصال. حاولي تتصلي تاني. تمام ده اول طبق. نجرنش بقى احنا ونظبط الدنيا. الطبق التالت يا شيف حسن ان شاء الله هيبقى سلطه جمبري بالافوكادو. نقول مكوناتنا معانا برضه جمبري مقشر متنضف ومغسول قبل الحلقه. تمام. معانا خس كابوتشا متقطع. معانا بصل متقطع حلقات. معانا افوكادو. معانا جرجير. ومعانا بشر الليمون. كده كده انا بشر الليمون بحب ادخله في اي حاجه فيها سمك سواء سلطه او سواء ايتم من كورس عشان السمك بيحب الليمون والثوم والكمون. دول اهم ثلاث حاجات فيه. أكيد. تمام. نبتدي ننزل بزيت الزيتون. ومعانا استاذه شيماء. ونقول الو. الو يا استاذه شيماء. اتقطع الاتصال تقريبا في مشكله. حاولي تاني يا استاذه شيماء. مستنينك. اي حد عاوز يتصل مستنينه. ومستنين ارائكم عشان ارائكم تهمنا جدا. ايوه يا شيف محمود. من ضمن التوابل بقى يا شيف حسن ان هي بتاعت السلطه ان شاء الله هتبقى ملح، هتبقى فلفل، هتبقى خل بلسمك، هتبقى زيت زيتون، وهتبقى مستارد صوص. تمام تمام. انا بس مستني الحله تسخن شويه عشان زي ما قلت لحضرتك بحب اسمع المزيكا بتاعت الحاجه وهي نازله في قلب الحله. تمام. انت اسمع المزيكا وانا اطبل لك ونرقص. الله يخليك يا شيف حسن. الله يخليك يا شيف حسن. انت جاي تسمع مزيكا؟ الرز بتاعي ابتدى يتشرب يا شيف حسن اهو مع المكونات السي فود. طبعا السي فود بينزل التيست بتاعه والفليفر بتاعه في قلب المنتج اللي شغال فيه. وان شاء الله تعجب الساده المشاهدين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت شيف محمود انت انت حد زي ما الاستاذ كلمك انت حد عملاق. الله يخليك يا شيف حسن. الفضل بيرجع لربنا اولا ثم للبرنامج المحترم بتاع حضرتك. حبيبي. ان شاء الله حبيبي. ده شرف كبير والله ان انت في البرنامج. الله يخليك يا شيف حسن. ان شاء الله باذنك معانا تبقى في الاحسن ان شاء الله بفضل الله. هنشوح الجمبري برضه. طيب خليني بعد الجمبري خلينا نتكلم شويه. لما سالتك في الحلقه اللي فاتت وقلت لك انا عايز يبقى حد يكون مثل اعلى ليك من الشيفات الكبيره، الشيف الشربيني، الشيف حسن، الشيف محمد حامد، الشيف يسري. انت دلوقتي لما تيجي تتفرج على حد فيهم اكيد بيبقى في حد بيعجبك فيهم بتحب ان انت تتفرج عليه بيبقى مثل الاعلى ليك، مين فيهم بقى؟ كل شيف عامه بيبقى ليه طريقه مثلا في التكنيك بتاعه او في التشغيل بتاعه بتعجبني. تمام. وتقديمه بتاعت الشيف برضه بتعجبني. طب خلينا تبقى مفاجاه للي بيتفرج علينا. ناخد اتصال من ام كارمه ونقول الو. الو يا ام كارمه. الو. ايوه يا ام كارمه. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا ينفع بس أعرف طريقة الفراخ المشوية؟ طريقة إيه؟ الفراخ المشوية. الفراخ المخلية تحت أمرك. عناية يا أم كرمة. الفراخ المخلية في منها لبناني وفي منها بتخليها من العظم كله عشان خاطر إن أنت تحشيها أي حاجة من جوه، رز، فريك، أي حاجة. فدي طريقتين، عايزة أنه طريقة؟ عايزة اللي هي مشوية. عناية حاضر. عناية تابعيني من خلال الشاشة. عناية يا أم كرمة. ايوه يا شيفنا، رجعنا لك تاني. شيف، كل واحد بيبقى ليه تكنيك، كل واحد ليه في تفاصيل. فعامه انا شرف ليا ان انا اتعرف على الشيفات الكبيره زي الشيف الشربيني محمد حامد، الشيف نونا اللي بتطلع على بانوراما فود. دي شيفات يعني حد فخر لينا اكيد طبعا. كمهنة، الشيف حسن والشيف لسري، ده ناس الشيف مصطفى الرفاعي. الشيف مصطفى الرفاعي من احد العمالقه في المهنه اللي انا بحبه واعتز بيه جدا. اكيد طبعا. تمام. وفي شيف اسمه الشيف ماركوس. الشيف ماركوس ده كان بيدرس الاكاديميه اللي هي بتاعت فنون الطهي بتاعت اكتوبر. فالناس دي ربنا يديها على قد نيتها، والناس دي محترمه جدا في المهنه كاسلوب كصنعه. الناس دي محترمه جدا، يعني اللي يتقال عليه شيف مش اي شيف يتقال عليه شيف. اكيد. تمام. أكيد. فالشيف طبعا. لازم اول حاجه لازم يبقى اسلوبه كويس مع الناس، او مثلا التقديمه بتاعته كويسه، شرحه كويس زي الشيف حسن والشيف الشربيني. الناس تتقبل منه الوصفه، الناس تبقى حباه ان هي تستناه كل حلقه. تمام. فدي برضو ميزه من ضمن الميزات بتاعت الشيف. اكيد. تمام. أكيد. احنا واحنا بنتكلم يا شيف حسن نزلنا بزيت الزيتون، نزلنا بالجمبري زي ما قلت لحضرتك. انت اكلت لي في الكلام برضه، يعني انت عمال تقول الميزه ومش الميزه، وفي الاخر ما قلتليش مين مثلك الاعلى. الشيفات كلهم انا بفتخر بيهم، من ضمنهم الشيف حسن طبعا الرفاعي. طيب. على دماغنا من فوق. طيب، ونسيب محمود ومعانا اتصال ونقول الو. الو استاذ روان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. معاك يا استاذ روان. انا والله معجبه بالبرنامج ده جدا والله. ربنا يبارك لك يا استاذ روان. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا رب. كانت كويسه، وبحيي الشيخ محمود وبحيي حضرتك الحسن. الله يعزك يا ست الكل. الله يعزك. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. ممكن اعرف طريقه الدره من فضلك بالبرتقال؟ طريقه ايه؟ لا مش سامع، معلش علي الصوت كده. خريشة الذرة بالبرتقال. عينيا حاضر. عينيا. خريشة الذرة بالبرتقال. الذرة بالبرتقال؟ خريشة الذرة. مش سامع والله. طيب، الظاهر ان الاتصال اتقطع. شكرا لحضرتك. ونرجع للشيف محمود. النهارده شوف حسن شوحنا الجمبري بالروزماري والزعتر، وحطينا عليه التوم، وحطينا عليه الفلفل الحامي. تمام. وحطينا عليه الملح والفلفل. تمام. هنبتدي بقى نعمل الدريسنج بتاع السلطه. الدريسنج هيبقى عباره عن ماستر صوص. استاذه نور، معلش يا شيخ محمود. انا اتفضل يا ريس. استاذه نور، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. استاذه نور منورانا. نور حضرتك يا فندم. ممكن اعرف طريقه عمل النجريسكو؟ نجريسكو. اه. عينيا حاضر. ميرسي يا فندم. شكرا. حاجه تاني؟ لا يا فندم. عينيا حاضر، تابعيني من خلال الشاشه. عينيا. شيف محمود، نرجع بقى للصوص بتاع السلطه. يعني معلش، احنا خلينا في ثالث طبق ان شاء الله. ثالث طبق اللي هو هنشرحه من الاول. احنا كنا جايبين جمبري متنضف. تمام. هي سلطه الاول اسمها سلطه الافوكادو بالجمبري. تمام. جمبري متنضف مثلا ربع كيلو، جبنا زعتر وزميري فيش، جبنا توم متقطع وفلفل حامي متقطع وزيت زيتون. ده اساسي عشان احنا اتكلمنا في الاول الحلقه ان هي كل حاجه هيلث ان شاء الله، وعشان اخواتنا الاباط برضه لو عايزين ياكلوا من الاكل اللي احنا بنعمله النهارده او يعملوه هيبقى سهل ان شاء الله عليهم ويبقى خفيف. يعني تقصد ان ده صيامي؟ وكويس برضه للناس بتاعت الرياضه اللي هو الهيلثي فود، زي مثلا البايلا دي. دي البايلا دي بروتين هيلثي 100%. زيت زيتون يعني الدهون اللي فيها، احنا حاطين زيت زيتون بدل الدهون، حاطين رز بسمتي بدل الرز البلدي، حاطين خضروات طبعا بسله وفلفل الوان والفاصوليا دي. طيب. فيها. ومعانا استاذه روان. الو. 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 السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي كنت مع حضرتك في البرنامج دلوقتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سمعت يا فندم. عايزه هريسه الذره بالبرتقال. تمام. ايوه يا فندم معاكي. او كيكه الجزر بالبرتقال. حاضر. عينيا تابعيني من خلال الشاشه. وعينيا ليكي. حاضر، تحت امرك.
ونرجع للشيف محمود. نرجع شيف حسن، ان احنا كنا بنتكلم في الطبق الثالث، احنا كده الطبق الثاني او الطبق الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان هو الفات او مثلا اللي هو مثلا ما فيهوش دهون، اللي هو زيت زيتون، الخضروات مثلا فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، فيها املاح كويسه عشان نعوض الصيام بتاع اخواتنا الاباظ اللي احنا كنا متفقين اول الحلقه اللي هي اللي فاتت دي. كنا حاطين مشروم بدل اللحوم، حاطين شوربه شوفان عشان نعوض البروتين او نعوض الحاجات اللي بتنقصهم في اللحمه او في الفراخ. تمام، فاحنا دلوقتي يا شيف حسن معانا الطبق الثاني شغاله. الطبق الثالث هنشرحه ثاني، كنا جايبين جمبري متقشر ومتنضف، حطيناه في حله مع زيت زيتون شوحناه، حطينا معاه توم وحطينا معاه فلفل حامي، حطينا معاه روزماري وزعتر فريش شوحناه، ادينا له ملح وفلفل. تمام، هنعمل الماسترد او الدريسنج بتاعه، هيبقى عباره عن ماسترد صوص. تمام، هيبقى عباره عن زيت زيتون. طيب قبل ما تحط زيت الزيتون او خليك بعد ما حطيت زيت الزيتون، معانا اتصال ونقول الو. الو، يمكن بقى على جنب كده عشان انت خلاص. الو يا ام رحمه. ايوه يا شيخ، اهلا وسهلا يا ام رحمه. اهلا بحضرتك، احنا معجبين جدا بالبرنامج. ربنا يخليك يا ست الكل، الله يعزك يا ست الكل، ربنا يبارك لك في حضرتك. خليك، عايزه اعرف طريقه الرقاق باللحمه المفرومه. عينيا، ده الرقاق باللحمه المفرومه ده انا بنت اختي بتعمله، يعني ايه يا ام رحمه؟ عينيا. حاضر يا ام رحمه، تابعيني من خلال الشاشه وهقول لحضرتك. حاضر عينيا. أيوة، حطينا زيت زيتون، حطينا ماسترد صوص، حطينا خل بلسميك، وحطينا عصير ليمون. هنحط شويه ملح، تمام، بصوت كده، تمام، وهنحط بشر ليمون. بشر ليمون طبعا زي ما احنا قلنا انت بتحطه بقشره عادي. بشر ليمون من الحاجات اللي بتدي تيست جميله جدا مع مع صوص الليمون او مع الدريسنج بتاع الليمون. نبتدي نقلب الدريسنج كده. شوف حسن، واضح يا جماعه ان هي حلقه لذيذه وحلقه جميله، والشيف محمود حد متمكن وحد محبوب، وان شاء الله باذن الله يعني في مزيد، يعني استنوا مننا ان شاء الله في المزيد في برنامجكم للمطبخ فن. وخلينا نرجع للشيف محمود. الشيف محمود، السلطه بتاعتنا، احنا السلطه الدريسنج بتاعنا جاهز، الجمبري بتاعنا شوحناه او تبلناه وشوحناه بالزعتر والروزماري والثوم والفلفل الحامي، تمام، ومعانا البصل بتاعنا زي ما شرحناه في الاول، ومعانا الافوكادو، ومعانا الجرجير، ومعانا الخس، ومعانا الطماطم. نقف عند الطماطم، نقف عند الطماطم. مبسوط كده؟ مفيش مشكله. واستاذه يارا، الو. الو، السلام عليكم. الو، ايوه الو، سامعك يا استاذه يارا، اتفضلي. استاذه يارا انا سامعك، اتكلمي. اتقطعت الاتصال من استاذه يارا، حاولي تاني واحنا مستنيينك عشان نعرف انت عايزه تقولي ايه ونرجع. طيب خلينا قبل ما نرجع للشيف محمود ناخد اتصال من ام رودينا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف حسن؟ الحمد لله في نعمه. البرنامج بتاعكم جميل جدا. ربنا يخليك، ده جميل عشان خاطر انت بتتفرجي عليه. الله يخليك. واستاذ محمود برضك، شيف محمود ده ما شاء الله عليه، وصفاته جميله جدا. الله يعزك، الله يعزك يا ست الكل، تسلمي لنا يا رب. ان شاء الله هجربها النهارده باذن الله. ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. يا رب يا رب، ادعي لنا يا ست الكل. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. يا رب يا رب، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. نرجع للشيف محمود. نبتدي بقى نبقى في الصلصه بتاعتنا يا شيف حسن. تمام، احنا معانا الجمبري زي ما اتشوح، والروزماري والزعتر، عملنا الدريسنج بتاعنا زيت زيتون وعصير ليمون وملح، والبشر ليمون وملح وخل بلسميك وزيت زيتون ومسترد. انت ايه يا عم، وديت الزيت زيتون ده كله فين؟ معلش بقى، تشربته ولا ايه؟ بقول لحضرتك انا كل الاكل النهارده بتاعي كله صحي او هيلثي، انا بدخل كل الاكل بتاعي زيت زيتون، مش عايز ادخل زيت ذره او اي زيت يعمل كوليسترول في الدم او دهون او زبده او عشان اول حاجه الزبده، عشان اخواتنا الاباط طبعا الصيام بتاعهم مش هينفع ياكلوا حاجه فيها مثلا البان او الكلام ده. تمام، الحاجه الثانيه طبعا احنا الاكل بتاعنا هيلثي، فلازم ندخل فيه زيت زيتون، زيت زيتون عشان الكوليسترول في الدم. تمام، استاذنك في بولا نبتدي نغرف. انا قلت بقى البوله دي بقى خليها لي انا، بقى الغرف ده سيبوه لي انا. ماشي يا شيف حسن، اتفضل. كده احنا مفيش عندنا ايه تاني كده، خلاص ولا احنا عندنا ايه تاني؟ لا احنا كده خلاص ان شاء الله، نبتدي بس نسميهم بس الرز البقيه او بايلا ان يستوي باذن الله ونغرفه ان شاء الله. انت عامل الحله دي كلها عشان شويه دول؟ معلش، مش عارف ان انا جعان ولا ايه؟ الله انا ليك يا حبيبي، يا شيفني حبيبي، كل التوفيق ليك يا حبيبي ان شاء الله.
طبعا اللي متابعنا دلوقتي من خلال الشاشه، احنا دلوقتي عملنا الطبقين الجمال دول، ولسه في طبق ثالث وفي سلطه كمان. مش هينفع نعمل طبقين ونسيب من غير سلطه. ايوه يا شيفنا معايا. بالظبط 3 دقايق يا شيف حسن نبتدي نقلب في الطبق الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. انا كنت من يومين كده يا شيف حسن كنت حابب ان الساده المشاهدين اي حد عنده استفسار عن حاجه، اي حد عايز ايتم جديد او مثلا كان حاجه في اي مطعم عايز نعملها له على الهواء، احنا ما فيش مشكله عندنا دي. يبعتوا لنا تعليقاتهم او يبعتوا لنا الوصفات اللي هم عايزينها واحنا عندنا لهم نعمل لهم هم عايزينه. طب تمام؟ حلو. يبقى يا جماعه اي حد بيشاهدنا دلوقتي عاوز يعمل اي وصفه جديده، اي حاجه جديده زي ما الشيف محمود قال كلها، يعني انت مثلا كلتها في مطعم انت واطفالك ولقيتها ان هي غاليه عليك، وممكن ست البيت تعملها في البيت، تبقى حاجه مثلا يعني حاجه مضمونه، هي جايباها الحاجه فريش واثقه فيها غسلها بايديها، اي اكله ايا كانت ايه هي تابعوني من خلال الشاشه، يظهر الرقم التليفون ده الشخصي هتكلموني، واي حاجه عايزينها احنا هنطلع حلقه ونعملها لكم، واحنا تحت امر اي حد بيتفرج علينا دلوقتي، لان احنا عاملين البرنامج ده ان احنا نوصل رساله للي بيتفرج علينا، فاي حد بيتفرج علينا دلوقتي حابب ان هو يستفيد احنا تحت امره. ونرجع تاني للشيف محمود بنقول له انت دلوقتي عملت طبقين في منتهى الجمال، الطبق الثالث ان شاء الله، الطبق الثالث انا فاضل لي بس 3 دقايق ان شاء الله بس الرز يستوي. لا براحتك، لا براحتك، هو مش بيقول لك اهدى على الرز عشان ما يستوي ان شاء الله؟ لا مش عايزك تقلق من اي حاجه، احنا مع بعض. طب خلينا بنتكلم في حاجه تانية على بال ما الثلاث دقايق يخلصوا، خلينا نتكلم في اي حاجه تاني لحد ما الطبق الثالث يخلص. احنا كده فاضل السلطه، السلطه ان شاء الله. حلو. طيب انت دلوقتي يا محمود، حد في ناس كتير بتتابعك، يعني واضح ان من الحلقه ان في ناس كتير بتتابعك. طبعا غير اهلك بقى، اصحابك، حد شغال معاك، انت دلوقتي بتحب تقول لهم ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقول لهم، هل انت بتقول لهم مثلا انا نلت اعجابكم، ولا انت حد واثق من نفسك زيي؟ طبعا ما انا عارف ان انت واثق من نفسك، ولا تحب توجه لهم رساله ايه؟ بص يا شيف حسن، طبعا احنا زي ما متفقين ان الفضل الاول بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، ثم ابويا وامي او والدي ووالدتي، ثم حضرتك طبعا، والناس المحترمه اللي كانت دعمتني في اول حلقه وثاني حلقه، واللايكات اللي جت على الحلقه الاولانيه والحلقه الثانيه الحمد لله، يعني لايكات تدي حافز للواحد ان هو يكمل في التصويت. تمام، وربنا يكرم ان شاء الله الحلقات الجايه باذن الله تبقى احسن من الحلقات اللي احنا عملناها دي ان شاء الله. الله بامر الله. باذن الله يعني عايزين نعمل حلقه مخصوص للمطبخ الايطالي، ان هو بيستدعي المشاهدين ازاي ان احنا نعمل عجينه المكرونه، ونعمل لهم مثلا كذا صنف من المكرونه بفليفرات معينه او بايتمات معينه. تمام، وهنعمل ان شاء الله المطبخ الهندي. تمام. طيب نخلينا لحد المطبخ الهندي ونقول الو. الو يا ام سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد مع حضرتك. ام محمد مع حضرتك. ام محمد اهلا وسهلا يا فندم. يا شيف انا عايزه شيف محمود يعمل لنا حلقه عن السمك بعد اذنك، المشويات والمقليات وكده. عينيا، ده احنا تحت امرك. عينيا حاضر. طب في حاجه معينه عايزه يطلع بيها، ولا اي حاجه هو يطلع بيها مفيش مشكله؟ لا انا عايزه السمك المشوي على الفحم، وعايزه يعني السمك المقلي، وعايزه اشكال كده في السمك وتنوعات، يعني احنا ما نعرفش نعملها في البيت اصلا. عينيا حاضر، تحت امرك. عينيا. يبقى عايزين نعمل حلقه على السمك ان شاء الله، نعمل سمك مقلي مشوي صينيه. الساده المشاهدين حابين نعملنا ليهم. ناخد معانا استاذه سلمى بالمره، يمكن عايزه حاجه تاني. الو السلام عليكم استاذه سلمى. الو الو يا استاذه سلمى معاكي. استاذه سلمى معاكي، سامعيني؟ شكرا استاذه سلمى، حاولي الاتصال تاني، احنا معاكي وتابعينا، حاولي تتصلي تاني ونروح للشيف محمود. دلوقتي هشوف حسن اهو قدام الكاميرا، الرز بقى لونه جميل جدا، وان شاء الله تسوى يبقى جميل، والساده المشاهدين باذن الله لما يعملوها هيكلموا حضرتك ويقول لك الرز دي او الوصفه دي جميله جدا. نبتدي نبدا في الشيف حسن. اكيد طبعا. تمام اتفضل. الرز بقى طبعا عشان نبتدي نغرف في السلطه. اه خش بقى انت في السلطه. تمام، لحد ما انا اغرف لك الطبق ده. بص يا شيف حسن، احنا كنا متفقين ان احنا معانا خس، تمام، وطماطم، هحط خس مع الطماطم، تمام، مع الافوكادو. يا جماعه مش عايز اقول لكم الريحه عامله ازاي، ما شاء الله. معانا حبه افوكادو،
ماشي. معانا حبة افوكاتو. افوكاتو افوكاتو تمام. معانا جرجير تمام. تمام. خلي البصل ده نحطه مع الجرنشي. معانا شوية كزبرة خضراء. الدريسنج ده زي ما احنا قلنا عصير ليمون، زيت زيتون، خل بلسمك، مستطد. ماشي. هنحط كده. يا جماعه انا يعني حاولوا تعذروني ان يعني كميه الاتصال انا ما كنتش متوقع ان هتبقى كده ما شاء الله. فيعني لو انا ما جاوبتش على حد فما حدش يزعل مني، بس انا هجاوب على تقريبا حد قال لي رقاء. ام رحمه، بصي يا ام رحمه، انت هتجيبي تعصيبه اللحمه عادي اكنك بتعصجيها عادي، وما تقوليليش مش هعرف اعصجها عشان يعني كده انت هتعصجي اللحمه وهتجيبي الرقاق. انت الاول بتجيبي الصينيه اللي هتعملي فيها الرقاق، بتبليها من جوه من تحتها سمنه او زيت ايا كان ايه هي، وبتجيبي الرقاق تمام، وبتحطي اللحمه ورقاق ولحمه وهكذا وهكذا، اكنك بتعملي جلاش وبتسقيه بالمارينيه، سواء بقى مارينيه لحمه، واكيد يعني هيبقى مارينيه لحمه لان الرقاق بيتعمل جنب الفته، فهيبقى مارينيه لحمه وتسقيه والف هنا وشفا. ده بالنسبه لام رحمه تمام. انما الحاجات الثانيه انا نسيتها يعني، فمش عايز حد يطلع يزعل مني يقول لي انا قلت لك وصفه وانت ما قلتهاش. تمام 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 كده احنا خلصنا. انا هحط شويه بس بصل اخضر على الوش كده. ده بصل اخضر. طب لو حد مثلا مش عاوز بيحب البصل الاخضر او مش لاقي بصل اخضر يحط بصل عادي؟ انا جايب بصل احمر وبصل اخضر. يعني ده او ده؟ اه كل حاجه بيبقى سبحان الله ربنا خلق كل حاجه ليها فايده شوف حسن. اكيد. فانا بحب انوع في الاطباق بتاعتي من كل حاجه تمام. في حد سالني على طريقه السمك. يعني خلينا بدل ما انا اقول له المكونات بتاعتها ايه، خلينا احنا نطلع في حلقه الاسبوع الجاي وتبقى عملي قدام منك عشان تستفيد اكتر، لان قبل كده في حد كلمني على المشنكاح، على طريقه المشنكاح، وانا وصفتها له وكلمتني اكتر من مره ان هي مش عارفاها، فبرضك هطلع حلقه واعملها. فخلينا ان احنا طريقه السمك اللي الاستاذه سالت عليها خلينا نطلع نعملها عملي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، واحنا تحت امركم في برنامجكم للمطبخ فن. ده برنامجكم قبل ما يكون برنامجنا، واي حد بيتفرج علينا دلوقتي احنا بنرفع له قبعه وبنقول له ده شرف لينا قبل ما يبقى يعني شرف لينا ان انت بتتفرج علينا. الشيف محمود عمل اربع اطباق او ثلاث ايتمات، وطبعا نوع السلطه حاجه في منتهى الجمال. قبل ما نختم حلقتنا خلينا نشوف الشيف محمود كده يعني يشرح لنا المكونات بتاعت الثلاث اطباق كده في السريع. اتفضل يا شيف. احنا اول حاجه شوف حسن كنا بنتكلم عن البايلا او البقيه اللي هي من اسبانيا والمطبخ الاندلس، اللي هو وصفها ليه بقيه او بقايا طعام عشان هم بيلموا البقايا او بياخدوا كميات بقايا طعام ويعملوها زي وجبه. فاسبانيا دي الاكله المشهوره او المفضله بالنسبه لهم. حضرتك لو نزلت اسبانيا هتلاقيهم بيعملوها كميات تمام. تمام ده اول طبق. اه ومع السي فود والخضار. السلطه عندنا السلطه بتاعتنا عباره عن خس وجرجير وطماطم وبصل تمام وافوكاتو. الدريسنج بتاعها كان مستورد وزيت زيتون وخل بلسميك وبشر ليمون وملح تمام. التالت. الطبق الثالث عباره عن جمبري بالفلفل الحامي والجنزبيل مع الروزماري والزعتر الفريش تمام. الطبق الرابع عباره عن جمبري بالاناناس. جمبري بالاناناس كنت حطيت له برضه توابل عطريه، وحطيت له روزماري وحطيت له جنزبيل وحطيت له افوكادو، حطيت له اناناس وحطيت له جمبري تمام. ما شاء الله ما شاء الله. وفي نهاية حلقتنا يا جماعة بنحب نشكر بردك أي حد بيتفرج علينا وبيتابعنا من خلال الشاشة، وبنحب نشكر الشيف محمود وبنقول له حلقة كانت موفقة وحلقة جميلة وحلقة ما شاء الله ناس كتير بتتفرج علينا وناس كتير بتحب ان هي تستفيد من الاكل، لان الاكل زي ما انتم عارفين ان اقرب طريق لمعده لقلب الراجل معدته. فكله دلوقتي ما شاء الله يعني احنا بنحب نختم حلقتنا وبنقول لكم سلام عليكم. الحلقه الجايه على خير.